أول سؤال في هذه الليلة يقول صاحبه: إني جئت من اليمن لأداء عمرة لي ولوالدي المتوفى، فبدأت بالعمرة عن نفسي، واليوم التالي اعتمرت لوالدي من مسجد عائشة، فأفيدون عن صحة هذه العمرة أثابكم الله. العمرة صحيحة إن شاء الله، لكن لو أنك صبرت فترة بين العمرتين يكون بينهم فاصل زمني يكون أحسن. أما وقد فعلت وأديت العمرة من التنعيم، عمرتك صحيحة. لكن لماذا تقول مسجد عائشة؟ ما هو مسجد عائشة، مسجد التنعيم، سمى مسجد التنعيم، عائشة ليس لها مسجد. نعم.